آل محمد سلام الله عليهم إمامımız bizim bu zamanda باعتبارنا وهر زمان وقت دي رغم سكي مختلف إليه إمام عادي وشاغي زمان زمانا قرى حاسب لين وزارن من حاسب لين من مزن أسك زمانا قرى السيد أحمد الحسن سلام الله تعالى عليه özünden sonra da dire bu zamanımızda bir itibara ne o zaman teknolojiye komşu mobil dedi, hasibe dedi, internet dedi. Yani fi zaman kethret fihi el melhiyat. Neşkil uşaklarımız terbiye ve ruh terbiyet el Muhammed aleyhisselam. Mesela vecihler gözden el Kur'an. Özleri mesela bu afat el dünya uzaklar ruh min tekebbür mesela min enaniye mesela من الشر نشكر زهر هذا الغزار سيد سلام الله عليه دي التربية الصحيحة واجب يتحمل أداءه الوالدان كم الواجب دين ده الوالدان واجب يعني برسائل شكل ده برضه محاسبته بوني داد ثاني بوني داد وهكذا زي قال دي سيده سيد سلام الله عليه حكاتن دل مزدا سيري غوزنا مع ناسنا هكذا سيري سيبو ألعاب مثلا الكترونيه او امور انترنت مثلا بعض البرامج منا سيد حتى لام انه بعض صاصم منا بالعكس دائما هبل حتى ليدي وشخلاريس اوغرادن بشلره اوغراد نزارن ولكن نشكل متابعنا اوغرانسن عصرنا واكبلاسن يرسن عصرنا تطورنا يرسن چنده مثلا موبايل وار چنده انترنت وار چنده فلان شلر وار اوغرانسن منارا فاكتة. ولكن مع المتابعة فيجب على الوالدين مراقبة أبنائهم ومنعهم عن الأمور المفسدة فمثلا دي شوقي شيء انترنت مثلا أوين مغبر لعبويني مثلا بوصن أنا عنن ببان أنظاراتن ده بالإضافة إلى ذلك وأربع ألعاب تعليمي مثلا ألعاب نشطلر دماغه بها لوزن في لوزن في ضاد بها أكثر من أن يضره أيضا يمكن تعليم الطفل أو المراهق البحث ليتعلم ويتطور ويطور قدراته فيمكن أن يكلفه الوالدان بالبحث عن مواضيع معينة علمية أو تتعلق بحياتهم اليومية أو تاريخية يعني مثلا كلف لرسي شو أغاي بر عمري يرشن نصوينا أي لين نصوينا أنه قاسن دي درس مثلا بر بحث قاتر مية مية مثلا في غنبار فلان حارب النم مثلا قاتر سي قاتر سيلش أو خوزن قم يسير شرحي لوزنه فلان كتاب فور مثلا لوزن او خو جيم يقرحنا الى هذه شنن من ضاها هلا تطور عن هلا تطور رزوزنا دي فالطفل لا تحمله اكثر من صلاه الجماعه مع والديه سيد احمد برضا دي وشاغ كتشوك شاغ حمل لما اكثر من انه قاسنا بباصنا نمس قصن صلاه الجماعه بو مثال يعني او مثلا واربع شلار امور خير اوزنو قراتسن نشكل اماناتم قيت اولار نشكل مثلا وفي اولار نشكل صدق خم النار فخم شلار او حتى سيدي وزارنا شرح لاين قصص الانبياء يعني اصلنا من نظر عبر بحيث انه من نار يعني نظر استخلاصن يعني نظر اوصن تعلق بالله سبحانه وتعالى هر شيء ده يذكر راين وزارن بالله يعني هر حركة ده يعني قارسك تشوف شو مثلا ايك بشوخ تدوك اشتله حتى بحالة ده بحالات عصبية ده استغلال إلى أوزن لصالحك مثلا حتى بوش راغة الله ياخذ نضصي سيد دي أوزن مثلا تطبق بودوك شنارن برسنة سيلا سامح أخاك سامح له بلجي دوك شان سامح له حتى الله ينا تبارك وتعالى أوصن مقامي مقام الأنبياء فمن بقى عندك قارها بلا بحكتلر منا بو شيء بس لاندغوك ما قارك اللاسنة بطبع عرش